الرواتب عددها 16 ركعة، فهل تعد ركعتا الفجر والوتر من بين هذه الرواتب؟ الوتر لا يكون من الرواتب، إنما هو سنة مستقلة. طيب. سنة مؤكدة مستقلة. طيب. أما الرواتب فهي ركعتان قبل الفجر وهي أكدها، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وإن صلى قبل الظهر 4 فهو أفضل.